والناور يوفين والناور يوفين ما غسش والنادي تمن بناسي ناس بناسي ناس بناسي ناس ما يريخ ما يريخ ما يريخ أباسي خزما حياكم الله. هادي بني ملال. صافي دوكا 11 يوم ملي رانا في المغرب الشقيق. في المغرب كاين ياسكون ابل عقليه تاع تريب تريبرز نتريبي كيما يقولوا المغاربه. يسون نومبرو لي جون لهنا اللي يحكم طونط ساك دو كوشاج يطلع في البوس ولا يكري طوموبيل ويروح يدور في الشمال في الجنوب بارتو. لو بي عنده un potentiel touristique vraiment quelque chose d'exceptionnel. Les autorités ou là, le ministère du tourisme تاعهم il a très bien su comment s'investir et investir dans les trajets ou dans les villes éparpillées تاع المغرب. راني ماشي تقريبا واحد 1800 km بالطوموبيل. L'essence c'est vraiment cher. La location, la moyenne تاع location de voiture c'est 25 euros par jour. On va essayer de faire le tour قبل ما نروحو للاسفي راح نسيستيو للعرس تاع خوادريه تاع المشعشع. السلام عليكم. عجبك اختي مبلا الحار مع المايونات والحمص بنين بيزي زي بيزي لا فور وشمو الفيلاج اللي عندنا فيه؟ وويزخت وويزخت داخل الريف المغربي. الناس اللي هنا دوك تشوفوا نوريكم كيف راهم عايشين فور. وجود البارح بتنا لهنا وصلنا في الليل سيتي بريفو نديرو لي طون تاعنا لتحت مي واحد من الجماعه اللي متبعين المشعشع في الفيسبوك ومتبعينا عرضنا دونك بتنا في دارو البارح. هو كان غايب كومام مش ما خدام بعثنا السيد طلعنا الفاتح حيتو وصباح دوكا
رانا هنا. هذا الشلال يتواجد بنواحي أزيلال، هو أكبر شلال في المغرب. صافي الشلال. ما شاء الله. ايماجيني شلال يجو شي وسط الدار تاعك هكا تنوض الصباح تاعي شلال جايز في داخل الدار، هذه جامي شتا. عبد الله فيلين ديالك دابا وانت كطبيعي هنا وفي هذا الشلال طبيعيين برشا مليح. ما جول حس روحك بلي تستاهل تنوض الصباح. انا معجز ما نوضش الصباح بكري حتى هكا كي تنوض تمشي دير لابار الدور كاع حد الدار ما تاكل تشرب ياورت هنايا رايب فون 3 ديال الدراهم هذا 6000 تاع الجزائر عافاك داير معاك المزيان صاحبي عيشة فقير. وسمها البلاصة؟ وسمها؟ خالد السيد اسمه خالد والبلاصة وسمها دمنات. دمنات سي خالد كان معنا اتصل بالمشعشع هذا المشعشع هذا شعشوعة عليك وتشوفوا فيه هذايا ونورمالمون عرضنا وما قدرناش نجيو البارح وانا جينا نشوفوه اليوم وما نقدرش والله يوم ما كرهتش تريحوا عندي حتى الضرب ها هو الملك هو اللي ديسيدي عيد يلاه نطلع معنا بعدا نمشي بعدا امين الاول ان شاء الله ان شاء الله شو امين دينا صغير من دمنات جينا لإيمي نفري بالشلحية حب يقول فم المغارة فم المغارة معلومات أهالي صديقي العزيز مرحبا أخوي في الله يحفظك Ask me what's wrong, and I don't tell you why. Do you feel the panic that I feel? 'Cause we both know we're running out of time. It's such a human thing to understand. La plus grosse erreur, l'idrita, jit betraining tay. Haydik, bakhtib lkom rabbi donc, wjit lehna, balak wbark. تنساو وتجيو كيما انا بترينينغ خاطرش فري فري تنسى روحك تكون لهنا مع لي كروت الفوق والماش وشو كان يحنزلك دونك ردوا بالكم صباط تاع لندوني سورتو تاع لندوني بلاصة هذه سبحان الله شوف شوف تشوف في خريطة افريقيا هذه المعلومة قالها لي خويا العزيز وهذه ديكوفريتها وحدي شغل زعما انا فور هذه امريكا الجنوبية
انا قلت له امريكا الجنوبيه عز هاك شو زعما فور زعما نعرف شو زعما طيب انا انت تبغي نوري لك شنو لقيتها لقيت روحي صحيح انا بديت نولي كيما الطيب جاب لي ربي بديت نولي فور فاصون الاطلس المتوسط الصغير والكبير هذه الصح لازم الواحد يدير لها شهر وحدها كيجي لهنا للمغرب بوحدها شهر تجي ليها في الربيع بديت الصيف ديرها كامله من اروع ما يكون لا شفت بالقدير من اروع الاشياء في القرى يا صديقي نسنسلوك خبويا عمر ناس القرى بصح ثاني من اروع الاشياء في القرى ثوما هذاك المطعم اللي كان مورانا باطل فابور تاكل ماكله بنينه فابور ايماجين عدس هكايا 0.35 واحد 3.5 درهم معناتها 140 ريال ها وليدي ها تقول ما نعرفش نحسب ولا هاني سواسوا ولا ما هاني سواسوا تخوي كتدخل في الفلوس هاني سواسوا منيرة اللي ما تقدرش تحكم الفلوس ضربت معنا 4 شهور في الجزائر ما زلت ما تفرقش ما بين 100 دينار والألف دينار حتى وليت نحسب لها نقولها شتي ديك الورقة هذيك الحمراء هذيك هي الورقة ونسميوها الورقة 1000 دينار ويدخلها نص ورقة 4 ورقة 1 على 6 من ورقة هكا كما تقدم على كل ليسونسيال تلقاو في بويا عمر احنا دابا بويا عمر بويا عمر هي دار النخلة المغربية بكري كانوا يجيبوا الحماق لهنايا اللي نسام صوتين يربطوهم لهنايا يضربوهم ولا ما يضربوهم كي يربطوهم يخليهم يربطوهم حتى يبراو وديجا كنت مازالت شوية مازالت شوية حماق ديجا واحد صغير الخرافات يقولوا باللي يجوا يعيشوا لهنا حتى يبراو عند بويا عمر هذا كنت نحسب شي حاجه وديجا قاعد لهنا هكذا حتى منين داك وتسمع تسمع فشا هكايا ماشي نورمال شو قاعد هكذا هك الدور هكا وسكت سيده ويدعي يدعي يدعي ما تسمع هوي هذيك بعدها هوي بعدها بدا يبرع بدا تجي بدا تجي العافيه تطلع له منها هكا نتلاقاو في اسفي السلام عليكم